مرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، والبدايه باخبار النجم الرياضي الساحلي، حيث من المنتظر خلال الاسبوع هذايا على موعد الجلسه العامه الانتخابيه، واللي حسب الاخبار اللي تحصلنا عليها باش تكون في اخر اسبوع من شهر جويلية الحالي، في انتظار طبعا التعرف على المترشحين او المترشح لرئاسه النجم في المرحله القادمه. ديما مع اخبار النجم الرياضي الساحلي، عزيز الشتيوي قام بفسخ العقد المبدئي اللي كان امضاه في جانفي الفارط مع الفريق. عقد كان مدته 3 سنوات، والسبب سبب فسخ العقد هو عدم قدره الاتوال على تسجيل عقد اللاعب بسبب عقوبه المنع من الانتداب. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية اليوم عن فتح حساب خاص بنزاعات النادي الرياضي الفيقسي تحت اسم FTF ليتيج، وأشارت الجامعة في بيانها كون الحساب هذا يتم فتحه بطلب من هيئة النادي الرياضي الفيقسي حتى يكون على ذمة الأحباء الذين يرغبون في تنزيل أموال الهدف منها خلاص ديون الفريق المتأتية من مختلف النزاعات والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ماذا محكينا على CSS؟ مدرب الفريق نبيل الكوكي اللي انتهى عقده مع الفريق تعاقد مع نادي شباب بالوزداد الجزائري حسب ما صرح به رئيس النادي الجزائري للصفحة الرسمية للفريق. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، حصاد اليوم 10، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو في راس القطوسي حقق الميدالية البرونزية رغم الهزيمة في نصف النهائي أمام المصري سيف عيسى 7-5. أيمن باشا توج بالميدالية الذهبية في حركة النطر وزن 102 كيلوغرام بعد ما فاز بفضية الخطف 174 كيلوغرام. المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات حصل على المركز السادس بعد الهزيمة في المباراة الترتيبية أمام تركيا بنتيجة 29-34، والمنتخب الوطني لكرة اليد الرجال تحصل على المركز الخامس بعد الانتصار في المباراة الترتيبية على المنتخب الجزائري 39-35. وهكا الحصيلة بعد 10 أيام، تونس في المركز العاشر عندها 27 ميدالية، 6 ذهبية، 8 فضية، 13 برونزية، أقل شوية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي فاتت تاراجونا 2018 اللي كنا تحصلنا فيها على 32 ميدالية، لكن ما زالت الألعاب متواصلة حتى الغدوة. أعلنت صحيفة ليون ريبوبليكان الفرنسية أنه لاعب المنتخب الوطني التونسي وكون الفرنسي علي العابدي محل اهتمام زوز فرق من الليغان هما أوكسير وأجاكسيو اللي كانوا الزوز صعدوا للليغان الموسم هذا. العابدي مرتبط بعقد مع كون حتى جوان 2023، وكان خاض مع الفريق الموسم الفارط 31 مباراة، سجل خلالها زوز أهداف وقام 5 تمريرات حاسمة، وتم اختياره أفضل ظهير أيسر في الليغ 2. ديما مع اخبار انتقالات التوانسه، ولكن المره هذه على المدربين. لسعد جرد الشابي متواجد حاليا في المغرب لمناقشه بعض العروض، وحسب وسائل اعلام مغربيه عنده زوز فرق يرغبوا في الحصول على خدماته هما اولمبيك اسفي وحسنيه اغادير، الى جانب زاد بعض الاخبار اللي تتكلم على كونه يمكن الهيئه المديره للرجاء تعاود ترجع لسعد جردة للفريق. أوز دي الستار مساء أمس الأحد 3 جويلية 2022 عن نسخة 14 من كأس العالم البيبي فوت واللي أقيمت في مدينة نونت وشاركوا فيها 45 دولة. الدورة هذه شهدت مشاركة تونس لأول مرة في المونديال، وكانت ممثلة بثمانية لاعبين هما سفيان بوشيوة، عبيد بوسعيدة، حمزة بن هلال، ساسي عبدالله، بسام عبد الكبير، حبيب الجبري، بلال مناعي، مد المناعي، والمدرب سيرات المناعي. وصل منتخبنا للدور الربع النهائي في كأس العالم في أول مشاركة ليه، يعطيهم الصحة الأولاد. كنا ربحنا الهند وشيلي ورومانيا في الدور الأول وخسرنا ضد إسبانيا، ثم في الدور الربع النهائي عودنا لعبنا مع رومانيا وخسرنا بسكور 42-40، وهكا وصل منتخبنا للدور الربع النهائي في أول مشاركة لي في مونديال البيبي فوت. المونديال هذا شاركوا فيه 1000 متسابق وربحته النمسا، في حين جات الولايات المتحدة الأمريكية صحت الرقم القياسي في المونديال بتاع البيبي فوت، عندها 5 ألقاب في المركز الثاني وألمانيا في المركز الثالث. خارج تونس، سيتي فوتبول جروب أعلن اليوم عن استحواذه على فريق باليرمو العائد للسيري بي 3 سنوات بعد تدحرجه للدرجة الرابعة بسبب مشاكل مادية. السيتي جروب استحوذ على 80% من أسهم النادي الإيطالي، في حين بقات 20% المتبقية باسم رئيس النادي داريو ميرير، وهكا انضم باليرمو إلى مجموعة أخرى فيها تقريبا 12 فريق في الفوتبول سيتي جروب، فيهم مانشستر سيتي، نيويورك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ملبورن سيتي في أستراليا، زوز فرق في اليابان، جيرونا في إسبانيا، مونتي فيديو في الأوروغواي، فرق كبيرة الحقيقة مومباي سيتي في الهند، لوميل في بلجيكا، بوليفار في بوليفيا، وآخر فريق كان شراوه عم ناول هو تروا في فرنسا. نختم بأخبار الميركاتو، تعاقد اليوم البي اس جي مع المدرب السابق لنادي ليل كريستوف غالتي مدة العقد 2 عامين، وهكا يصبح غالتي اللي كان فاز بالليغان موسم 2020-2021 مع ليل وكأس الرابطة في 2013 مع سنتيتيان، يصبح 7 مدرب في تاريخ قطر سبور انفستمنت، وثاني مدرب فرنسي منذ وصول شركة الاستثمار القطرية للبي اس جي بعد لورون بلون اللي درب الفريق في الفترة الممتدة بين 2013-2016 وفاز معه ب3 بطولات. كيف الغريم مارسي تعاقد
العقد اليوم مع الكرواتي إيغو تودور على الإشراف على حظوظ الفريق لزوز مواسم. تودور كان درب في كرواتيا في تركيا في اليونان إيطاليا, وآخر تجربة لي كانت مع إيلاس فيرونا وقت حقق المركز التاسع في السيري آ. الأخبار الأهم اليوم يظهر لي هو أخبار كريستيانو رونالدو اللي مازال ما لقاش فريق. خورخي مينديس وخوان لابورتا, رئيس خورخي مينديس هو لاجون تاع كريستيانو رونالدو وخوان لابورتا هو رئيس البارسا, مجتمعين في برشلونة لدراسة إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو لفريق برشلونة. هل تحصل مفاجأة؟ نشوفوا الأيامات الجاية شنو باش يصير. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاوها على موقعنا موزايكا فام.net.